صحيح العيد خلص من ايام، بس لسه فيديوهات احتفالات اطفال غزه بالعيد متصدره الترند على كل السوشيال ميديا، وخصوصا الفيديوهات اللي بتصور فرحه الاطفال بالهدوء النسبي اللي بيعيشه القطاع حاليا. والحقيقه انه موجود كتير فيديوهات، لكن احنا اخترنا منها الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض، واللي كان بيحتفل فيه اهلنا في غزه مع الاطفال وسط البيوت المدمره تماما. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا.